الحمد لله رب العالمين، فرض الحج على القادر المستطيع من عباده فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر خليل الرحمن أن يؤذن في الناس بالحج فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولما قال إبراهيم: يا ربي وما يبلغ صوتي، أجابه ربنا تبارك وتعالى: عليك الأذان وعلينا البلاغ. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورائدنا وقائدنا ومعلمنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين اتبعوا سنته وساروا على نهجه القويم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح الإمام مسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: يا معاذ، ألا أخبرك أو ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة،
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: أنت كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث حديث صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو وجهت سؤالا إلى أي واحد من حضراتكم: لماذا نحرص على عبادة الله وعلى طاعة الله وعلى إرضاء الله وعلى تنفيذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكانت إجابتنا جميعا تقريبا واحدة: إننا نفعل ذلك لأننا نتمنى ونود ونطمع أن يدخلنا الله الجنة وأن يباعدنا الله عز وجل عن النار. هذا هو السؤال الذي توجه به سيد العلماء يوم القيامة، كما قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: سيدنا معاذ ابن جبل الذي لم يتجاوز عمره في هذه الحياة 33 سنة. ومع هذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم القيامة ويكون سيدا لجميع العلماء. بيسأله: يا رسول الله، دلني على عمل يدخل الجنة ويباعدني عن النار. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام التي تعلمونها جميعا. قال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأود أن أركز مع حضراتكم على عدة أمور. الأمر الأول: سماحة الإسلام ويسر الإسلام في أركان الإسلام. كان الإسلام كام؟ 5. الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل العلماء قديما وحديثا يقولون لك: لو قال مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة واحدة في العمر دخل الجنة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا دلالة على سماحة الإسلام وعلى يسر الإسلام في كلمة التوحيد. الركن الثاني: الصلاة، إقامة الصلاة. الصلاة لها أوقات معلومة، كما قال الفقهاء: هناك وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز، وقت كراهة، وقت حرمة. الأذان وأذن وهيأ الله لك الأسباب من أجل أن تتوضأ وأن تصلي في المسجد في جماعة، فهذا أفضل. كان لديك عذر ولم تستطع الصلاة في جماعة، أباح لك ذلك الإسلام. صليت في المسجد، هتاخذ بكل خطوة تخطوها من المكان اللي انت فيه إلى المسجد يرفع الله لك درجة ويحط عنك بها خطيئة. صليت قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا، أو أجريت أفعال الصلاة على قلبك، أو أومأت برأسك عند عدم القدرة، فإن ذلك يجزئك، وصلاتك بإذن الله صلاة صحيحة. وهذا دلالة على سماحة الإسلام وعلى يسر الإسلام في فريضة الصلاة. بعد ذلك الركن الثالث:
إيتاء الزكاة. أنتم تعلمون أن من سماحة الإسلام وأن من يسر الإسلام أنه لا تجب الزكاة إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يبلغ مالك النصاب اللي هو تمن 85 جرام من الذهب، وأن يحول عليه الحول الهجري، يعني تمر سنة هجرية كاملة على مالك، وأن يكون هذا المال فائضا زائدا عن حاجتك وحاجة من تعول. هنا يجب عليك إخراج الزكاة 2.5% كما يعلم جميع المسلمين. هذا دلالة على سماحة الإسلام وعلى يسر الإسلام في فريضة الزكاة. الركن الرابع وهو الصيام. أنتم تعلمون بأن الله قد وضع الصيام عن المريض وعن المسافر وعن الحامل وعن المرضع وعن الشيخ الكبير وعن المرأة العجوز، كل هؤلاء حط الله تبارك وتعالى عنهم فريضة الصيام، وقال في آيات الصيام كما تعلمون جميعا: وعلى الذين يطيقونه أن يتحملون الصيام بمشقة شديدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بعد ذلك نأتي إلى بيت القصيد وهو فريضة الحج. لم يفرض الله عز وجل الحج إلا على القادر المستطيع من عباده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تحفظوا هذا الحديث جميعا: من بلغ أو من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو أن يموت نصرانيا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده معناه إيه؟ بأن اللي ربنا جعله قادرا ومستطيعا على أن يحج لكنه تهاون وتأخر في أداء فريضة الحج، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إنه قد يموت والعياذ بالله على غير ملة الإسلام. أيها الأحبة، في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم يتحدث ربنا تبارك وتعالى عن فريضة الحج. في سورة البقرة يقول ربنا تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله الآيات. وبعد ذلك يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. في سورة آل عمران كما قرأ علينا الشيخ خالد أكرمه الله، قال ربنا تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر أي من كان قادرا على الحج ولم يحج فإن الله غني عن العالم. في سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. في سورة إبراهيم يتحدث ربنا تبارك وتعالى عن تلك الدعوات التي دعا بها خليل الرحمن ربه تبارك وتعالى حين ترك إسماعيل وأمه هاجر عند البيت الحرام، فكان مما دعا به: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سورة بأكملها كما تعلمون وكما يعلم مشايخنا سماها الله عز وجل سورة الحج، وبدأها بقوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وبعد ذلك بمجموعة من الآيات يتحدث الله تبارك وتعالى عن فريضة الحج. ولقد وجهت إلى نفسي هذا السؤال: لماذا بدأ الله سورة الحج بالحديث عن بعض أهوال يوم القيامة؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ليه؟ لأن الحج أشبه بالموت وأشبه بموقف القيامة، لأن الحاج لا يذهب إلى الحج إلا وقد خلع ملابسه العادية، تدرد من المحيط ومن المخيط، ويلبس ثوبا ويلبس إزارا ورداء، ويتخلص من جميع أثوابه، ويترك أهله وماله وولده وما إلى ذلك، ويذهب إلى هناك، نشيده نشيد واحد، دعاؤه دعاء واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأود هنا أن أركز في هذا اللقاء على أمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب. أي واحد ارتكب ذنوبا ومعاصية وآثاما قبل الحج ثم ذهب بعد ذلك لأداء فريضة الحج بالشروط اللي أنا هقول عليها الآن، يبقى رجع من ذنوبه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كيوم ولدته أمه. والحديث انتوا عارفينه، قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله، يعني كان مخلصا في حجه، لم يحج رياء ولا سمعة ولا تكبرا ولا افتخارا، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، يعني لم يرتكب ذنوبا ولا معاصي ولا آثام، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني الحج يهدم ما ارتكبه من ذنوب وما ارتكبه من معاصي وما ارتكبه من آثام. ولقد سألني سائل: أنا نويت الحج، فماذا أفعل قبل أن أذهب إلى بلد الله الحرام؟ كانت الإجابة، وأرجو أن ننتبه جميعا: رقم واحد التوبة الخالصة النصوح. أي واحد ناوي يروح يحج يبقى أول حاجة يعملها أنه لا بد أن يتوب إلى الله عز وجل توبة خالصة نصوحة. رقم اثنين لابد أن يرد المظالم إلى أهله. أنت لو أنت أخطأت في حق الله، قصرت في حق الله، واستغفرت الله وتبت إليه، فإن الله وعدك أن يغفر لك ذنبك وأن يقبل منك توبتك. أما إذا ظلمت واحدا من البشر فإن الله عز وجل لا يغفر لك، لا يقبل منك شيئا، إلا إذا رددت المظالم إلى أهلها، وإلا إذا عفى عنك هذا الإنسان الذي ظلمته قبل أن تذهب إلى حج بيت الله الحرام. يبقى اللي ناوي حج، رقم واحد
يتوب إلى الله توبة خالصة نصوحة. رقم 2 يرد المظالم إلى أهلها. رقم 3 أداء الأمانات إلى أهلها. أي واحد ائتمنك على أي أمانة لابد أن ترد هذه الأمانات. رقم 4 قضاء الديون. أي واحد عليه دين يبقى عليه أن يرد الدين قبل أن يذهب إلى حج بيت الله الحرام. رقم 5 المال الصالح، النفقة الطيبة، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا وإلا ما كان طيبا. فالمفترض على من أراد الحج إنه يختار المال الطيب الذي ينفق منه على نفسه طوال فترة الحج، ويبقي من هذا المال الطيب من أجل أن ينفق على أهله وعلى أولاده وعلى من يعول. بعد ذلك عليه أن يختار الرفقة الصالحة، يعني يطلع مع ناس طيبين مخلصين إن ذكر الله أعانوه وإن قصر ذكروه. والرفقة الطيبة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل جليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. صلوا معي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حقنا أن نتساءل: هل عندنا دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الحج إنما يغفر كل ما سلف وكل ما ارتكبه الإنسان من الذنوب؟ نعم، عندنا حديث في قصة ورد عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. حديث بيقول إيه؟ بيقول: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. ابن شماسة واحد من صحابة الرسول بيقول بأن احنا حضرنا عمرو بن العاص وهو في لحظات الاحتضار. طب عمرو بن العاص من صحابة رسول الله، وشهد الرسول عليه الصلاة والسلام له بالجنة، وهو فاتح مصر، وهو الذي خلص مصر من ظلم الروم. ايه اللي هو عمله وهو في سياقة الموت وهو في لحظات الاحتضار؟ يقول الحديث: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فحول وجهه إلى الجدار، يعني إلى الحائط، وأخذ يبكي بكاء شديدا. قال له ولده عبد الله بن عمرو بن العاص: يا أبتاه، لماذا تبكي وقد بشرك الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا وبشرك بكذا؟ الرسول، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تبكي وأنت في لحظات الاحتضار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بشرك بالجنة، فلماذا تبكي وأنت في لحظات الاحتضار؟ فحول وجهه وقال: الإباء، إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أنا سأموت، نعم، وأنت ستموت، نعم، وكل حي على ظهر الكوكب الأرض سيموت، نعم، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. لو أنت وجهت لنفسك هذا السؤال: إيه أفضل حاجة أعدتها للقاء الله وإن ربنا يهون علي سكرات الموت؟ سيدنا عمرو بن العاص بيقول: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جهز نفسك، عود نفسك على الإكثار من كلمة
التوحيد، طبق ما ورد في هذه الكلمة، بمعنى أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنت تعبد الله مخلصا له الدين، لأن الله قد قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم. لو انت عودت نفسك على الإكثار من كلمة التوحيد وعملت بمقتضى كلمة التوحيد، ربنا حيذكرك كلمة التوحيد عند لحظات الاحتضار، عند سكرة الموت، حتى يكون بإذن الله آخر كلامي أنا وآخر كلامك أنت من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن أصدق ما نعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال سيدنا عمرو بن العاص: إني كنت على أطباق ثلاث. يعني إيه؟ يعني كان لي ثلاث أحوال من الدنيا. أنت عارف ده يسوي إيه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أنا كده أقعد وأقول يا ترى حياتي التي بلغت الآن 60 سنة أو أكثر أنا عملت فيها إيه؟ زي ما سيدنا عمرو بن العاص عمل، وكل واحد فيكم يقعد كده ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويقول يا ترى أنا في شبابي عملت كذا، وبعد ذلك في رجولتي عملت كذا، وبعد ذلك حين صرت شيخا ماذا صنع؟ سيدنا عمرو بن العاص بيقول الحياة بتاعتي أنا قسمتها إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى يقول: لقد كنت وليس هناك أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قبل أن يسلم حين كان كافرا بيقول أنا كنت ما بأكرهش حد على ظهر الأرض كما كنت أكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أود أن أستمكن منه فأقتله. يعني كنت أتحين الفرصة إن أنا أتمكن فيها من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقتله. يقول سيدنا عمرو: فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. طبعا ليس بعد الكفر ذنب، والذي يبغض رسول الله ويود أن يقتل رسول الله يبقى إنسان كافر، والإنسان الكافر لا يمكن أن يقبل الله منه أي عمل من الأعمال، لأن القاعدة بتاعتنا اللي انتوا عارفينها كلكم: ليس بعد الكفر ذنب. فهو بيحكم على نفسه بيقول لو مت على تلك الحال يعني وأنا كافر لكنت من أهل النار. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يقول: فلما قذف الله نور الإسلام في قلبي. ربنا شرح صدره للإسلام. ادعو الله أن يشرح صدورنا جميعا للإسلام، آمين. فلما قذف الله نور الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك. يعني مدني ايدك يا رسول الله حتى أبايعك وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده، لكن عمرا قبض يده. مش انت اللي قايل؟ أما قلت أنت يا رسول الله ابسط يمينك فلأبايعك؟ الرسول بسط يده ومدها من أجل أن يمد عمرو يده،
لكن عمرا لم يمد يده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ هو انت رجحت في كلامك تاني ولا ايه؟ قال له: يا رسول الله، خلي بالك ان ده الكلام اللي احنا عايزينه. قال له: يا رسول الله، اردت ان اشترط قبل ما ادخل في الاسلام وقبل ما اقول لا اله الا الله محمد رسول الله، اردت ان اشترط. قال له: تشترط ماذا؟ قال له: ان يغفر لي. عايز ادخل في الاسلام؟ انا عايز شرط واحد، ان ربنا يغفر لي جميع الذنوب التي ارتكبتها قبل ان ادخل في الاسلام. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عمرو، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، وان الهجرة تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله؟ يبقى معنى كده في ثلاث حاجات يغفرون جميع الذنوب. من كان كافرا ودخل في الاسلام وقال لا اله الا الله محمد رسول الله، كل الذنوب التي ارتكبها حين كان كافرا يغفرها له الله تبارك وتعالى. ده رقم واحد. رقم اثنين: الهجرة تهدم ما كان قبلها. والهجرة ايام الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كانت الهجرة من مكة الى المدينة، انما بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. يبقى المقصود بالهجرة الان ايه؟ هجرة الذنوب والمعاصي الى الاعمال الصالحة والى فعل الطاعات، هجرة طاعة الشيطان الى طاعة الرحمن، هجرة عدم تنفيذ سنة رسول الله الى تنفيذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو هاجرت بهذا المعنى فان الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرك بان الله عز وجل يغفر لك جميع الذنوب. رقم ثلاثة: قال له وان الحج يهدم ما كان قبله. اي حج بقى الذي يهدم ما كان قبله؟ في جملة واحدة: الحج المبرور. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. الحج المبرور يعني ايه؟ يعني الحج المقبول. طيب ازاي اعرف ان الحج بتاعي ربنا قبله؟ تعرف بان ربنا قبل الحج بان الرسول عليه الصلاة والسلام واحد سأله لما بيقول الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة، قال له: وما بر الحج يا رسول الله؟ قال: اطعام الطعام وطيب الكلام وافشاء السلام. يبقى الحج لو توفرت فيه هذه الشرائط فهو الحج المبرور بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هو ايه بقى؟ يبقى الانسان طيب الكلام وطيب الطعام. طيب الكلام ليه؟ لان لسه احنا قاريين الآية: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يكون طيب الكلام ليه؟ لان برضو ربنا قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى معناها انت رايح تحج ليه؟ عشان تزداد طاعة لله، قربا الى الله، عشان ربنا يغفر لك جميع الذنوب. يبقى عليك الا تنطق الا بكل الكلام الطيب، والا تعمل الا كل عمل صالح. ثم ماذا؟ افشاء السلام، بمعنى ان ينتشر السلام منك لكل خلق الله، لان الدين الاسلامي انما هو دين السلام، دين الامن، دين الامان. صلوا معي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو
بيقول المرحلة الثانية من حياتي أنني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنت إسلامي وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واشترطت على الرسول أن يغفر الله لي، والرسول قال لي بأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. بيقول لنا إيه سيدنا عمرو؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وتقديرا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو سئلت أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطقت. ليه؟ لأنني لم أكن أنظر إلى وجه رسول الله تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول بقى إيه؟ ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. مرحلة تانية بعد أن دخل في الإسلام وبعد أن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عمليا. المرحلة الثالثة بيقول ثم ولينا أشياء، يعني الإمارة، فترة بتاع الإمارة، وأي واحد بيتولى أي موقع من المواقع ربنا حيسأله عن نفسه وعن رعيته. وأنتم تحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. لو واحد مدير جمعية زراعية، لو واحد مدير مدرسة ابتدائية ولا إعدادية ولا ثانوية، لو واحد مدير أي مؤسسة من المؤسسات، لو واحد تولى محافظة، أمر محافظة، بقى محافظ، لو واحد بقى وزير، لو واحد بقى رئيس، أي واحد على أي مستوى، ربنا حيسأله هل عدل في من والله الله أمرهم ولا لا. وكل دول نهدي إليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله سائل كل راع عما استرعى حفظ أم ضيع. أي واحد ربنا وله أي أمر من الأمور حييجي ربنا يسأله يوم القيامة هل عدلت في رعيتك أو أنك خنت الأمانة ولم تعدل في هؤلاء الرعية. سيدنا عمرو بن العاص بيقول ثم ولينا أشياء لا أدري ما الله صانع بي فيها، فإذا أنا مت، بيقول لهم لما موت فلا تتبعني نائحة ولا نار، يعني لا واحدة تصوت ولا واحدة تصرخ ولا تشعلوا نار زي ما كانوا العرب بيعملوا زمان وهم يدفنون الموتى. وإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، يعني أهيلوا التراب على قبري. ليه؟ عشان تعرف بأن عمرو بن العاص صاحب رسول الله قد مات وسيصير ترابا، وأنا وانت حنموت وسنصير أيضا ترابا. شنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما الذي أراجع به رسل ربي. هنا مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وقال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سألني أحد الإخوة الأكارم من هذا المسجد الطيب المبارك، لماذا سمي عيد الأضحى بهذا الاسم، وما الذي يجب أن يفعله المسلمون في يوم عيد الأضحى؟ والإجابة: سمي عيد الأضحى بهذا الاسم من أجل سنة الأضحية، لأن الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل من القرآن: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. بعد أن تؤدي صلاة عيد الأضحى اذهب من أجل أن تنحر ضحيتك، إن شانئك هو الأفضل. ودليل الأضحية من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده الشريفة واضعا على صفاحهما قدميه. وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما ذبح الأول قال: بسم الله، الله أكبر، اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد. وروي أنه لما ذبح الثاني قال: بسم الله، الله أكبر، اللهم إن هذا عمن شهد لي بالبلاغ وشهدت له بالتصديق ولقي الله لا يشرك به شيئا. كلام ده معناه إيه؟ معناه بعد رسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه وعمن يعود، وضحى عن الفقراء من أمته صلى الله عليه وسلم، لأن الكبش الأولاني قال عليه إيه؟ اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد. الكبش الثاني قال إيه؟ اللهم إن هذا عن من شهد لي بالبلاغ وشهدت له بالتصديق. لذلك وإحنا صغيرين أما كنا بنصعد المنابر كنا نقول: أبشر أيها الفقير فقد ضحى عنك البشير النذير صلى الله عليه وسلم. لأن حكمة ربنا إن في أغنياء عندهم وقادرين على الأضحية، وفي فقراء هم الذين يأخذون من لحوم الإيه؟ من لحوم الأضحية. والحديث ده عايز ما فيش حد ينساه أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وجد سعة، يعني اللي عنده قدرة على الأضحية وطنش ولم يضحي، فلا يقربن مصلانا، يعني المفروض انه هو لا يقرب مصلى العيد ولا يفرح مع المسلمين. ليه؟ لأنه لم ينفذ السنة المؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضحاياكم مطاياكم يوم القيامة، يعني ربنا حيخلي الضحية بتاعتك دي لما انت تختارها تمام التمام وتتقرب بها الى الله وتقسمها ثلاث أتلات: تلت لأهل بيتك، تلت للأصدقاء، تلت للفقراء والمساكين. ربنا حيمثلها يوم القيامة، يعيد إليها حياتها مرة أخرى، وإنت حتركب عليها من أجل أن تجوز الصراط يوم القيامة. ضحاياكم مطاياكم، يعني إيه؟ هي المطايا اللي أنت حتركبها يوم القيامة. من يسر الإسلام وسماحة الإسلام قال لك اللي قادر يضحي، وكل واحد هو اللي عارف نفسه، ما فيش حد يعرف حاجة عن التاني. أنا نفسي عارف أنا قادر أن أضحي ولا لا، وربنا هو اللي يعلم. يبقى من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلى المسلمين في يوم العيد. من سماحة الإسلام ومن يسر الإسلام
أنه قال كما قال الفقهاء الشاه تجزئ عن الأسرة عن بيت واحد، انت هتضحي عن نفسك انت وأسرتك يبقى تضحي بشاه. في ناس طبعا بيجوا عايزين ايه يخلطوا الأوراق، واحد يقول لك ده انا عندي عقيقة ما دخل العقيقة ديت مع الأضحية، ده انا عندي نذر ما دخل النذر ده، طبعا ده هذا كله لا يجوز كما قال الفقهاء. الأضحية لحالها والنذر لحاله والعقيقة لحالها، الشاه تجزئ عن بيت واحد عن أسرة واحدة. إذا كانت هناك بدنة أو بقرة فإنها تجزئ عن 7 أشخاص، يعني ممكن 7 أسر يذبحون بدنة كاملة أو يذبحون بقرة كاملة. وطبعا الأضحية تكون بإذن الله بعد انصراف الناس من مصلى العيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو نسك قدم لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في يوم عيد النحر إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا فرجتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلن اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. اللهم أكرمنا بزيارة بيتك وروضة رسولك مرارا وتكرارا يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.